يا مرحبا فيكم مستمرين اليوم في فقرة المطبخ. فقرة المطبخ اليوم غير متميزة، شاركنا فيها الدكتور خالد الزهراني، وراح نتكلم احنا والدكتور عن الأكلات الصحية وكيف انه احنا نهتم في الأكلات الصحية اللي تساعد على الأسنان وبناء الأسنان وتقوية الأسنان. يا دكتور صحيح، حنبدأ صحيح. معاك اليوم ما شاء الله نشوف في حليب، في فراولة، في موز، في خس، في جبن، في جبن ايه، وفي خضار كمان موجود معانا. ايش اللي يعني الاكلات اللي تساعد على بناء الاسنان يا دكتور؟ يعني بشكل عام الاكلات اللي فيها كالسيوم تعتبر كويسه للاسنان، بالجبن، الحليب، ممتاز، الفواكه بالفيتامينات اللي فيها وبعضها يتواجد فيها الفلورايد بشكل طبيعي. حلو، تمام. التفاح جيد للثه، ممتاز للثه، يقوي اللثه. بشكل عام كل الاكل الطبيعي يعتبر ممتاز للاسنان. ممتاز يا دكتور. اليوم الأطفال يمكن اللي معانا يا بنات والأولاد اللي معانا، إيش رأيكم نسمع الدكتور يقول لنا إيش الأكلات اللي مش كويسة ناكلها وش مش يعني حلوة الأسنان؟ نسمع من الدكتور. تفضل يلا نسمعها منكم وبعدها مع الدكتور. يلا يلا قول. ناكل حلوات مو صحية، حتى الشوكولاتة مو صحية، أشياء ناكل حلوات مو صحية. أوكي، حلوات حتى الشوكولاتيات مو صحية. حلو. بس حليب والتمر كذا. حليب وتمر. إيه. شوكولاتيات ها؟ لا. حلويات شوكولاتيات وتمريات. ولا؟ أوكي وأنت؟ والسفنب والبيبسي مرة. بدون يعني لا أسوي دعاية عشان ما. أوكي غازيات قصدك ها؟ إيه ما إيه تأثر مرة. حلو وأنت يا قلبي؟ وناكل الفواكه المغذية المفيدة ونشرب مثل عصير برتقال و. حليب خفاف. ولبن و. تفاحة. وانت يا عزل يلا ناكل ناكل صحي، اكل صحي. ايوه زي الحليب وعصير البرتقال وفواكه. يا سلام. وكل شيء كل شيء ما شاء الله. هاي دكتور ايش رايك؟ ايه ما شاء الله عليهم قالوا كل شيء يعني ما بقوا شيء، بس في شيء مره سيء للاسنان. للاسنان حلو اللي هو الحلاوة اللي تجيك زي اللي تلصق على الاسنان. ايوه الجلي، حلاوه الجلي. الحلاوه الجلي هذه اسوء حلاوه للاسنان. سمعتوا؟ لانها تلصق جوا في السن هنا ولا تطلع وتجيب السوس. يعني لازم اطلع السن. لا لازم تفرش زين مو تطلع السن. في بعد حلاوه مره خطير اسمها سور بنك. عرفتوا الحلاوه هذه اللي يجي زي شعر البنات؟ اي في حلاوه بعد. هذا مشكله كمان. هذا اخترعوه اصلا في البدايه عشان يختبروا تسوس الاسنان. اخترعوا دكتور امريكي لانه مكوناته بسيطه جدا ويسبب التسوس بسرعه كبيره. وهابين فيه الاطفال. فبعدين نزل كهبوا فيه الاطفال، نزل كحلويات تباع على الاطفال. بدر ايش رايك تقول لنا وش الاكلات اللي مش صحيه للاسنان؟ مثل الفاست فود. يا سلام حلو. ما يصلح ناكلها وما نكثر من الاكلات اللي مو ممتازه، نكثر من الخضروات والفواكه والعصيرات. ممتاز. وانت يا جنى؟ ما ناكل ما ناكل الشوكولاتات حلو. وايش كمان؟ بس. حلو دكتور. طيب اليوم احنا انت اليوم جايب في فرشه وفي اسنان يا بنات، نركز مع الدكتور اليوم حيشرح لنا كمان. يعني انا اشوف في فرشه يا دكتور وفي مجسم اسنان موجود معنا. صحيح. احنا بنسوي تطبيق. اشرح لهم اي بالضبط كيف فرش اسنان. تفضل. وبعدين هم يطبقون ها؟ بعدين هم يطبقون. يلا خلينا نشوف. يلا تفضل. يلا. تفضل بس اشرح لهم مجموعات. لا عادي اشرح لهم هم يشوفون. يلا يا بنات ركزوا معنا. تشوفون. اول شيء لازم نمسك الفرشه مو كذا على طول، لازم تكون مايله شوي كذا. مايله نص نص. ثاني شيء انه حركة الفرشة لازم تكون كذا بشكل دائري. ممتاز. تمام على الأسنان كلها. وبعدين أهم شيء لازم نعرف انه كل سن له كذا سطح نمر عليه، يعني من هنا من برا ومن فوق ومن جوا. تمام. وبعدين بعد ما نمر على كل الأسنان من كل الجهات تبعها يبقى عندنا اللسان، نفرش اللسان. لازم لسان؟ طبعا. لازم فرش اللسان. والله اول مره نفرش. انا طال عمرك دكتور ايش اسوي؟ اخذ فرشه كذا واعطيها وضعيه الواحد اثنين وخلاص. ما وش تفريز؟ تفريز لازم تقعد. اي لازم اسمعوا كلام الدكتور مهم كثير. تفضل.
تمام. حلو. فآخر شيء اللسان هو اللي حلو، لأنه عشان البكتيريا كمان يعني البكتيريا تتجمع عليها الفطريات أكثر من اللسان، تتجمع عليه فطريات أكثر من البكتيريا، بس كلها كبكتيريا وفطريات في إذا كثرت زيادة على اللزوم تعتبر مضر. حلو. اليوم إحنا استفدنا، استفدتوا عرفتوا كيف تفرشون أسنانكم؟ نعم. عرفتوا؟ يلا من عنده سؤال الدكتور؟ من اللي بيوريني قبل من السؤال؟ من بيوريني كيف؟ يلا تعال تعالي تورينا، تورينا الدكتور شو سويت، شلون نفرش اسناننا. تعالي هنا وانا عادي. يلا وانت كمان. يلا كذا تسوي كذا. لا اعطينا على الشاشه عشان على الكاميرا. يلا هنا بعد ونشوف الدكتور. خليك على يمين انت. ها يلا تسوي. لا خلي ايه اول شيء نجي من فوق. يلا وبدر نباك تشارك انت، نكتب اسم الدكتور. يلا ورني شوف. امسك الفرشه زي كذا. يلا ورني شوي. ارفع. ايوه كذا على اللفه. ايوه ايوه. يلا اليوم نرجع كل انسان كذا ما اجي لتحت. اوكي ما اسوي لها نفس الطريقه. اي اسويها انا. حلو. ثم نجي لفوق هنا. ثم نجي لفوق هنا. وريني شوف. اوكي بعد في الاخير ثم اسوي كذا. حلو. بدك تفرشين اللثه انت. الله يخليك. ثم نسوي لها. الدكتور قاعد يقول لازم نسوي كذا. الله عليك. ورني اجوز بدر. ها بعدين نفرشين. تفرشين كذا صح. لا ايش رايك بعد تطلعين فوق على الخشم على العيون كذا؟ لا لا مو كذا. كذا كذا التفريش. كذا كذا شوف التفريش. شوف انا عرفت اليوم استفدت انا معلومه من الدكتور، ممكن اني اصير دكتور ومذيع بنفس الوقت. فاليوم احنا نسوي كذا صح؟ دكتور هي قبل شوي تفضلي هنا بس خليك هنا عشان نصير هي قاعد تفرش كذا تفرش لثه. فانا قلت لها لا خلينا نتفر يعني كذا نسوي. أيه. طرف الطرف الفرشه تكون على اللثه. حلو. يلا بنشوف. يلا نشوف كيف تفرشين. هاي وريني. الله عليك. ايوه بس وبعدين شلون نكمل كذا؟ حلو. بعدين نرجع على وين؟ سمكه. ها على السمكه. ايه ايش دخل ام السمكه في الموضوع؟ لا يعني دخل السمكه سمكه. بعدين ايوه بعدين الجهه الثانيه صح. الاسنان من فوق. ايوه تنظفين. ايش ايوه ما اسمع بصوت عالي. تنظفين هنا. تنظفين هنا. اوكي حلو. بعدين ايوه هذا فرش صدق. حلو. ايش رايك دكتور؟ بطل ممتاز يعني. تسوين هنا. ايوه بعدين من جوا صح عليك. طيب دكتور بعدين في الاخير ايش اللسان؟ شوف في الاخير ايش نسوي؟ فرش ايش؟ لسان. أبى أسمع صوت عالي. مش نفرش؟ لسان. نفرش؟ لسان. حلو. وبعد كذا لما نفرش اللسان وش نسوي؟ باقي شيء واحد بعد ما نخلص التفريش. إيش نسوي؟ تمضمض. تمضمض بعد. ونطلعها. نطلعها. طيب غيره؟ نتبعها. الخيط. الخيط نسوي الخيط السني هذا. الخيط السني ضروري كل يوم. لازم الخيط كل مرة؟ اوكي الخيط مره واحده في اليوم. حلو تمام. التفريش اقل شيء مرتين. في اليوم. بس الخيط للاطفال ولا نخليه للكبار يعني؟ لا والله لا يقدروا يعرفوا كلهم كبار ومو اطفال. بتوريني؟ يلا وريني عشان ناخذ نصائح من الدكتور. وانت توريني ناخذ نصائح من الدكتور. ايش رايك؟ يلا دكتور نبغى نصائح اخيره تقدمها لليوم اللي يتابعونا في برنامج صغار ستار وللموجودين يعني في الاسنان وفي كيفيه التعامل مع الاكلات والى اخره. يعني رسائل منك يا دكتور اكيد حتوصل يعني من القلب للقلب. طيب بالنسبه للاسنان ضروري جدا التشيك كل 6 شهور. ممتاز. مره هذا جدا مهم. بالنسبه للشباب هنا والبنات يحتاجوا الفلورايد برضو مره كل 6 شهور. حلو. وتنظيف الاسنان يعني غالبا هي زرعه عاده اكثر من انها تفضل. دكتور وش الفلورايد؟ فلورايد هذا ماده طبيعيه تمام بس موجود عند دكتور الاسنان على زي شكل الجلي كذا. الجل يحطه على الاسنان كذا يمسح على الاسنان يخلي الاسنان عقب. يلا يعطيك العافيه. شكرا دكتور شرفتنا اليوم امانه. اليوم اخذنا معلومه جميله من خلال كيف احنا نفرش الاسنان. عشان كذا انا اقول يعني اليوم لا كويس يعني اخذنا يعني معلومات حلوه. يعطيك العافيه دكتور ما قصرت. شكرا وان شاء الله يستفيدون كل اللي يتابعونا. خلينا نروح الفاصل نرجع لكم نكمل وياكم فقراتنا.